العمل في ابعاد متعدده فيه زوايا مختلفه انتم عندما تنظرون الى قضيه تنظرون اليها من زاويه معينه هذه قضيه الزاويه في النظره قضيه مهمه او من مجموعه زوايا بينما الظاهره الواحده تحتوي على زوايا متعدده كثيره متنوعه. الظاهره الواحده فيها زوايا سياسيه وفيها زوايا اقتصاديه وفيها زوايا اجتماعيه. هل يمكن للعقل الواحد ان يحيط بكل هذه الزوايا؟ لا. لا يمكن. الله تعالى لا يشغله شان عن شان. لا يغفله شان عن شان. احنا ننظر الى زاويه معينه ونغفل عن بقيه الزوايا. عندما تكون هنالك مجموعه عندما يكون هنالك عمل مشترك، انتم تنظرون من هذه الزاويه. الاخرون يرشدونكم الى بقيه زوايا العمل التي غفلتم عنها. في حديث عن الامام الرضا صلوات الله عليه في بحار الانوار هذا الحديث مضمونه ان ابي يعني الامام الكاظم صلوات الله عليه الامام لا يحتاج الامام متصل بالواحي لا يحتاج ولكن لعله للتعليم ربما شاور الاسود من غلمانه، الان ظاهره الخدم موجوده في كثير من البلاد. الخادم شنو قيمته؟ ما له قيمه في كثير من الاعراف. شايفين واحد يتشاور ويا خادمه؟ العبد أدنى رتبة من الخادم الإمام الكاظم وهو حجة الله المتصل بالواحي ربما شاور الأسود من غلمانه فقيل له أنت تشاور هذا فقال ربما فتح الله على لسانه وفي هذه الروايه المذكوره في البحار ان الامام الكاظم صلوات الله عليه احيانا كان ياخذ بارائه، خادم في بيتكم تتشاورون وياه وتاخذون برايه، نعم ربما هذا يرى القضيه من زاويه لا ترونها الآن أحد الرؤساء في العالم يقال له أكثر من أربعمائة مستشار شخصي مئة واحد أكثر من مئة واحد يتشاور وياه هذا الرئيس ذهب إلى منطقة من المناطق لتوقيع اتفاقية أو اتفاقيات معه جيش من الخبراء. جيش ذكروا عددها اتفاقية واحدة أو اتفاقيات